يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تراثنا عبر شاشة تلفزيون الكوت. نتكلم معاكم كل يوم في هذا البرنامج في جانب تراثي أو تاريخي من تراث وتاريخ الكويت. من تراث الكويت القديم القهوة، وضمت مدينة الكويت القديمة الكثير من المقاهي في أرجاء مختلفة منها، ويرتاد كل قهوة شريحة معينة من المواطنين لقضاء وقت الفراغ وتبادل الأحاديث والأخبار. وكانت المقاهي القديمة تقدم القهوة العربية فقط لروادها، واعتاد أصحاب بعض المقاهي التجول في الأسواق حاملين دلتهم لصب القهوة لعملائهم من التجار وأصحاب الدكاكين المجاورة. وكان لكل قهوة روادها الخاصين اللي يقضون وقت الراحة فيها لتناول القهوة والشاي وتدخين القدو مع أصدقائهم. ويشتهر كل مقهى بخاصية أو ميزة معينة، كنوعية روادة مثلا أو جودة القهوة اللي يقدمها أو التسلية اللي تمارس في كلعب الورق أو الدامة. وكان كثير من أصحاب المهن المختلفة يقضون أمسياتهم في المقاهي للاسترخاء ونسيان عناء العمل. وكان البحارة والنواخذة والطواويش يلبسون أفضل ملابسهم بعد انتهاء موسم الغوص أو السفر، ويقضون أوقاتهم في المقاهي إما للاستراحة وتبادل الأحاديث وسماع الأخبار أو لإنجاز الصفقات التجارية بين. خلونا نروح لفقرتنا وضيفنا في هذه الحلقة، نتكلم عن جانب تاريخي من تاريخ الكويت. اليوم معانا ضيف أيضا باحث في التراث الكويتي وصاحب متحف يهتم فيه في المقتنيات الكويتية التراثية، وأيضا هو من المتخصصين والمهتمين في البيت الكويتي القديم. نرحب بداية بالأستاذ حسن القطان، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير الله يسلمك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. بارك لك الشهر. علينا وعليك. أستاذ حسن، يمكن بداياتك مع هذه الاهتمامات كانت يعني امتداد لجدك رحمة الله عليه حسن عيسى القطان، وأيضا الوالد رحمة الله عليه عيسى القطان. ما شاء الله حتى الاسم مستمر يعني. حسن عيسى. شو اللي خلاك تدش في هالاهتمامات يعني؟ هو طبعا أول كان الناس تداول الأشياء هذه، المقتنيات تقريبا مقتنيات الناس تداولها يعني، ما كان في هي تراث ولا وقتها يعني. وقتها كان اللي عندهم مثلا مسجلات وعندهم روادو وعندهم دلال وعندهم اللي مقتنياتهم اللي هذا. فالفكرة شنو؟ إن الواحد من يدي يعني كان عنده يعني غرفة وجمع فيها أنواع يعني من الأشياء هذه، أنواع اللي مثلا أنواع الاشتختات، أنواع الرواد، وأنواع الساعات، أنواع الدلال، وأنواع الكاميرات. بعدين بالمستقبل صار منو اللي استلم هذا؟ أبوي خذ هذا وزاد على الشيء هذا. يزاد مع مرور الزمن يعني صار مثلا 30 سنة و40 سنة و50 سنة 60 سنة، صارت هذه مثل من التراث يعني، صارت قديمة. التراث إيه، فصار صار هذا اللي جمعه يدي صار متحف يعني، صار متحف لأن صار مرور على الزمن 70 سنة 65 سنة صار هذه اندثرت الأشياء هذه، أو يعني تقول راحت، الناس شرت أشياء جديدة وحسب الزمن يعني. خصوصا أنها كانت في بداية الطفرة، واليوم ما شاء الله التكنولوجيا والتطور اختلف. التكنولوجيا صارت، فالماضي صار تراث يعني. صحيح. الأشياء اللي استعملونها الناس صارت تراث يعني، من التراث. نعم. البداية كانت بالصوابر. في الصوابر. شنو تذكر من الصوابر؟ والله الصوابر فريج يعني، تاني من فرجان الكويتية القديمة، صاير بالنص بين شرق وبين المطبة، ويعني فريج حيوي يعني، الناس كلها متكون يعني مثل ما تقول ممر، صاير ممر من بالنص يعني، صاير هو بالنص، عرف شلون؟ يما من جهة الشرق يصير الشرق، ومني عندك صوب الغرب يصير المطبة، وعندك المرقاب، فمكان يعني حيوي داخل بالضبط نص العاصمة. نعم. إيه؟ يعني وسط السور نقول. وسط السور. طبعا وسط السور. نعم.
إذا نتكلم عن أهم المقتنيات اللي كانت موجودة، يعني خلينا نقول مثلاً اللي كانت عند يدك رحمة الله عليه حسن عيسى القطان، شنو كانت أهم المقتنيات اللي حب إنه يجمعها ذاك الوقت؟ المقتنيات قلت لك المتداولة اللي كانت الرواد والغديمة، البشتختات اللي كانوا الناس يعني يستعملونها يومياً، ودلال القهوة والساعات والأشياء اللي بعض الألعاب الأطفال القديمة كان يعلقها يعني يجمعها ويعلقها ويحطها في حاطها في غرفة كأنه يعني هو مقتنياته يعني يجمعها ويحتفظ فيها. عدة يعني مثلا رواد وأنواع المشتختات، أنواع مو نوع واحد يعني بالشكل يعني بش إيه في بوش وباي عندك وايد يعني أنواع الرواد كذا نوع يعني مو نوع واحد. نعم هذا اللي كان عند يدك رحمة الله عليه حسن عيسى القطان. الوالد شنو ضاف عليهم؟ الوالد يعني شوف ضاف أشياء يعني زيادة يعني كل ما يصير زمن مثلا يروح الزمن الثاني الأول يعني طلع شيء يضيف على المتحف في أشياء مثلاً إيه يضيف، فهم هذا اللي يضيفه يصير قديم على مرور الزمن يعني 80 سنة يصير له مثلاً إيه فيصير قديم فيكبر المكان يكبر فصار لما أنا استلمت هذا سويته متحف يعني فيه موجود القديم كله موجود فيه فصار متحف يعني ضفت عليه شنو اللي ضفت عليه؟ ضفت عليه يعني من يعني هل ضفت أشياء كانت موجودة قديمة كانت قديمة وشريت شريت وايد أشياء قديمة ويعني وايد أشياء شريت. كل دولة أروح مثل سوق البازار القديم أشتري دول عربية الأشياء هذه كانت موجودة يعني مثل ما الحين موجودة المسجلات والرواد وكانت هذه موجودة الناس يعني مقتنيات الناس يستعملونها فكانت موجودة في جميع دول العربية وحتى الدول الأجنبية موجودة فأنت لما تشتريها وتجيبها هذه تصير يعني نفس اللي موجودة بالكويت. يعني شنو أكثر اهتماماتك أستاذ حسن اللي تحرص أن أنت تقتنيه ويكون من ضمن المتحف عندك؟ والله عندي أنا اللي أحب الأشياء المجسمات اللي يعني المجسمات خلتني يعني أمتهن شيء جديد اني ابني اسوي بيوت تراثيه قديمه. نعم. وسويت في عده مدارس يعني في عده مدارس في الكويت سويت بيوت يعني هذا الشيء من تالي ما كنت من قبل لا هذا من تالي طبعا انا مدرس خشب مقررات فتخصصت اني اكون اسوي البيوت القديمه هذه وسويت كذا كذا مدرسه يعني كذا مدرسه سويت لها بيوت قديمه كبيره يعني بيوت يعني مثل فريج كبير يعني. انت تتكلم عن مجسم صغير؟ لا هو المجسم الصغير اللي خلاني يعني اكبر المجسم هذا. نعم. اي اختص فيه واكبره وسويت يعني عده اماكن يعني صار وكأنك يعني تسوي قرية صغيرة مثل ما تقول يقدر الشخص يتنقل فيها نفسه. طبعا سويت ديوانيات يعني وايد ديوانيات سويت قديمة فيها شندل وباسجيل وقعدات وكذي يعني قديمة. أول شيء المعدات من وين تجيبها؟ يعني أنت لما تسوي البيت القديم أكيد له خصائص معينة يعني ما يكون بنيانه مثل بنيان الحديث. لا يعني طبعا في أشياء مثل الدرايش ما تحصلها أول دريشة أول ما تحصلها الحين عشان تجيبها وتحطها لازم تسويها من الأساس. نعم. تصنعها يعني حتى تجيب الصياخ ذيلة الصياخ تقصهم وتجيب الخشب وتصنعها مثل ما كانت أول وتحطها في البيت اللي أنت مسويه مثلا حتى البيبان أو يعني البيبان باب مثلا باب بخوخة بصفاقتين باب تواليت شنو الفرق بينهم؟ في أنواع يعني هذا البيبان الكويت أول بخوخة يعني في باب داخله باب يعني باب الكبير وفي باب صغير صغير يدشون منه والكبير يفتحونه حق الاغراض يعني اذا بيابه واغراض يفتحون الباب العود. وعندك باب صفاقتين وفي باب تواليت باب تواليت اللي فيه زخرفه اللي صايره يعني من جانبين وباب صفاقتين هو اللي فيه الرمانات الحديد هذيله الحديد هذا
وفي درايش يعني انواع من الدرايش حتى بالنسبه للشندل والاغراض. طبعا الشندل هذا حق السقف، الشندل والباسشي التيبه لازم تحرص عليه، يعني تيبه عشان يكتمل البيت الكويتي القديم، تحط الشندل بعدين فوق الباستيل وفوق البواري. اي وفوق البواري يحطون جبس، يعني يسكرون السطح من فوق جبس فوق البواري عشان شو اسمه يعني يتماسك. نعم. اذا نتكلم عن البيت الكويتي القديم، اهم مميزات البيت القديم شنو بنظرك استاذ حسين؟ الكويتي القديم في فوق تلقى مبين الدرز، في درز فوق صاير عندك الدرز اللي فوق السطح هذا، في على طبقتين، طبقه مفتوحه بالنص عشان لا ينامون بالسطح، يدش الهواء من الفتحه ذيله يبرد عليهم. اي هذا من نوع ايش اسمه. وفي طابوق، يعني طابوق مثل فخار قبل الجيري، كانوا يبونه من العراق قبل الجيري الاصفر، هذا بارد يعني حق البنيان حق هذا، لان الكويت من الفخار من الفخار هو لونه اصفر نفس الجيري بس من الفخار، هذا بارد حق البنيان بيت، لان اول ما كان في مكيفات فيعطي بروده شويه يمنع الحراره، بس ما يكون خفيف من الفخار. خفيف وهو ما في ثقل يعني نفس الجيريه للحين بس اخف. نعم. استاذ حسن خروح فاصل ومن بعد ان شاء الله نرجع نكمل حوارنا معك، فاصل وراجعين. نرجع نستكمل حوارنا مع الباحث في التراث الكويتي الاستاذ حسن القطان. استاذ حسن، قبل شلون كانوا البنايه موجودين؟ اول شيء شنو اسمهم؟ يعني شنو المسمى اللي يطلق على الشخص اللي يبني البيوت؟ وهم بعد شلون كانوا؟ هل يتعلمون؟ هل راحوا برا فهموا من ناس معينين هذه الحرفة وهذه المهنة؟ هم البنايين يعني كانوا بالكويت موجودين بنايين، يعني استادية في البناء، يعني استاد في البناء، يعني كل شيء واحد يعني مشتهر أو متمكن من هذا يسمونه استاد في شغلته، يعني استاد بناي. فبنايين في الكويت وايد يعني، فحتى يعلمون أولادهم يعني ياخذ المهنة من أبوه من جده ويستمر. البنايين في الكويت وايد يعني، حتى في مستشفى الأميري، مستشفى الأميري القديم يعني بنيانه ممتاز، بانينه كويتيين، ثانوية الشويخ بانينها كويتيين بنايين. اي بنايين يعني استادية في البناء. يعني تتكلم عن مبنى مثل ثانوية الشويخ، يعني كان مبنى كبير، مو بس مبنى كبير، فيش كويتيين اللي يعني عمال، يعني وياهم عمال طبعا اساتذه في البناء الكويتيين من زمان، يعني يبنون يعني بنايين بالكويت، مو يعني ما اول ما كان يبون ناس مثل الحين، لا كويتيين هم نفسهم يبنون البلد. نعم. اذا نتكلم عن تفاصيل البيت الكويتي شلون نقدر نفصله استاذ حسين؟ البيت الكويتي هو من الداخل في حوش بالنص، في حوش لازم الحوش. الحوش هذا تلقى فيه ليوان داخله الدور، الدور هذه لها درايش على الشارع، عرفت شلون؟ ويصير الليوان مثل شيء مقطع من فوق وفاضي، يعني قدام الدور هم يقعدون تحت، يعني يقعدون فيه بالعصر، يقعدون في المكان هذا عشان الشمس وهذا. في نص البيت في بركه حق الماي، زين. هي اول يبون ماي ويكبونه في البركه عشان ودلو يزعبون منه ويشربون، هذا حق الشرب يعني، حق الشرب. بركه كل بيوت اكثر شرب يعني. الغسول كله غسيل كل في عده هذا. في بيوت كبيره فيها مثلا كذا سطح على سطح، شلون يصير الدري يصير على جانب وتركب يتوزع من سطح على سطح ثاني، وفي بيوت لا فيها سطح واحد يعني صغيره متصل، يعني مختصر صغير، وفي لا
فيها كذا سطح، فتركب الدرج من سطح لسطح ثاني، هذا حق البيوت الكبيره فيها اسطح يعني تكون. بس اكثر ما كان يستخدم بناء البيوت الطين ولا شنو اي ماده؟ كان مو اول، كان اول كان يستخدمون صخر البحر، صخر البحر ويقطونه في الجبس، في جبس، في نوع من الجبس يجيبونه من الشامية، من بر الشامية أنا بعد السور ورا السور، فيجيبونه هناك في الجبس ويقطونه. بعدين صار يسوون مثل الطين في الطابوق، هم نفس الشيء يقطونه بالمساح في الجبس هذا، وبعدين يا الطابوق الأصفر، هذا طابوق الأصفر يا، فيزينون فيه تالي يعني تالي يزينون خمسينات ستينات ولا لا قبل الخمسينات، هي بالخمسينات والأربعينات يزينون فيه الدرز مع السطح فوق يزينون فيه. إذا نقول هذه مقومات يعني البيت الكويتي كبنيان كمن داخل طريقته وتفاصيله، لكن في حرص على أن تكون في ديوانية بالبيت يعني في أغلب البيوت. إيه طبعًا في شيء أساسي. الديوانية بالكويت من زمان يعني ديوانية من زمان يعني في يعني أكثر، وبعدين كانوا كانت أكثر يعني الديوانيات اللي يسمونها عماير اللي صار على على على, على البحر. اللي على البحر مستشفى يم قصر السيف، مستشفى الأميري، هذيلا في ديوان البدر والسعود، هذيلا فيهم عماير يبيعون بضاعة مالت القوس والأشياء هذه، وهم في يقعدون فيها يعني العماير هذه كديوانيات. أعتقد كان البحر واصلهم البحر أول واصل يعني الحين مدفون طبعا الشارع هذا اللي صاير على بشرق صوب مجمع شرق، هذا ما كان هذاك ما كان شو اسمه كان ماي هني بحر، كان الماي البحر كان الامواج تضرب في سور مستشفى الاميري. إيه حتى في صور قديمه للدواوين ابد يعني على على, على البحر كلش ما في يمكن 5-6 أمتار. نعم. إيه في ظل هذه الاهتمامات استاذ حسن، شو اللي تطمح له في متحف عندك بالبيت؟ هل خاطرك تضيف اشياء عليه؟ شو اللي حاط ببالك للمستقبل اللي تسوي فيه ان شاء الله؟ والله شوف المتحف يعني كل ما زدته كل ما اخذ يعني قوه ورونق يعني قديم. صحيح. يعني كل ما حطيت فيه كل ما تحط فيه يكبر ويصير هذا يعني هذا تراث يعني يصير يعني يعني يصير افضل من يعني قليل، اذا صار قليل فيه يعني مواد قليله، معدات قليله، الاشياء قليله هذه، فما يعطيك مثل ما يكون يعني في كذا قسم، يعني مثلا تحط هني جزء مال الكاميرات وهني جزء مال الاشياء الطبخ وهني مال البشتختات والرواد، فيكبر المتحف فيعطيك يعني متحف ثمين يعني. في احد من العيال بعد مهتم بالتراث؟ لا ما في احد. ما في؟ ما حاولت على الاقل تقول واحد منهم؟ لا وين الحين هذا لا. وين يهتمون؟ ما عندك عيسى؟ عشان عيسى حسن عيسى اي عندي عيسى انا هم اسمه طويل كذي عيسى حسن عيسى حسن عيسى حسن كله عيسى حسن. اي ما شاء الله. اغرسها بعيسى ها؟ ما يعني تدري عيال هالايام ما وين احنا تقول له توريه شيء من الاول ما يعرف اسمه، يعني تقول له شو ما يعرفون، تقول له مثلا ما يعني المفروض يعني يعطونهم ماده بالمدارس عن التراث مثلا، يعني تقول حق واحد مثلا شنو المحقان ما يعرف شنو المحقان، عرفت شلون؟ ما شاء الله المعشاله ما يعرف شنو المعشاله. ما شاء الله الحين عندكم فريق بعد قاعد تهتمون من ناحيه التراث. إيه في شو اللي خلاك تدش فريق يعني في مجموعه كبيره من المهتمين بالتراث بعد؟ اي طبعا الفريق هذا اكسبو 965 هذا يعني مثل ما تقول ينمي قدراتك في اشياء، مثلا في تبادل في اشياء ما عندك منها بمتحفك تشوفها في متحف الثاني. نعم. تحاول ان يعني تقتني مثلها، عرفت شلون؟ ف يعني هي كل هالشغله هذه علشان التراث. نشكرك جدا استاذ حسن القطان. الله يسلمك. العافيه.
عساك على القوة وإن شاء الله نشوف المتحف بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله حاضرين للأحسن إن شاء الله دائما. إن شاء الله إن شاء الله حياك الله. انتهت هالفقرة مع الباحث الأستاذ حسن القطان، نروح مع أبو محمد والقصة والختام. ليلة نلتقي مع قصة جديدة أو سالفة جديدة أو حكاية جديدة. الليلة مع السالفة، سالفتنا الليلة تتكلم عن سنة الطاعون والعياذ بالله. كان أهل الكويت يعيشون في 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 شيء جميل جدا في الكويت، الصيف في شغلة والشتاء في شغلة، ولكن في فصل الشتاء تكثر في الكويت هالحيوان المؤذي هذا اللي هو الجرذ. والجرذ كنا نعرفه انه هو ينقل الجراثيم من مكان الى مكان، من بيت الى بيت، لان له فره ولا طرقه ما بين المنازل كلها. ذيك السنه كانت الناس في الغوص، يعني الريايل ماكو في الديره، كل الريايل في الغوص. العمل الثاني السفر والغوص، فكانوا في الغوص، واللي موجودين في البيوت هم النساء، اليدة والأم والزوجة والبنات والعيال الصغار الكبار. أما الكبار يعني من 12 سنة 14 سنة تباب رايح البحر حتى يعلمونه. المهم ذيك السنة بدأ ينتشر مرض والعياذ بالله اللي هو مرض الطاعون، وهذا مرض الطاعون والعياذ بالله ما ينقل إلا الجرذ، لأنه مفتوح على البيبان في كل مكان يدخل. المهم انتشر المرض، الريايل بعاد في داخل الغوص وما يدري ايش يصير، واذا هناك في داخل الكويت بدا الامراض تنتشر، وهو مرض الطاعون، وبدا يحصد. في احد الاوروبيين اللي كان موجود سوى مقارنه بين مره جاي ومره جاي، يقول حوالي من 50 إلى 75% من الكويتيين ماتوا في هذا المرض والعياذ بالله في ذيك السنه. 75% أغلبيتهم نساء وأطفال رجعوا الحواويس من السفر من الغوص، كل واحد راد مستانس، عادين ينطرون على البحر، طلون ماكو أحد على البحر، لا الأمهات لا الأهات، شو السالفة؟ الحق لا تلحق، كل واحد راح بيته، وهناك في البيت يطق الباب ما حد يفتح له، يروح بيت الجيران شو السالفة؟ وين أم فلان وهذا؟ قالوا له حياك حياك. يدشات دوانية وقعد وياه وعظم له الأجر. في منو تعظم له؟ في زوجتي؟ قال زوجتك وأبوك وأمك وإخوانك الصغار وعيالك الصغار كلهم توفوا. يعني البيت خلا؟ قال له البيت خلا، ما في أحد. وهذا اللي قاعد أقول لكم إياه، مو على واحد، على كثير من الكويتيين اللي كانوا في الغوص. الريايل نجوا، بس اللي ما نجوا منهم هذيل اليهال الصغار، لحد ان خافوا على اهل الكويت ينتهون، اخذوا عوائل ما اصاب الطاعون وودوها الى مكان في داخل مثل يعني القصر او المكان المحكور، حطوهم داخل وحطوا لهم اكل وقالوا ما حد يطلع فيكم ولا حد يدش عليكم. وفعلا هذيل نجوا، ونجوا بعض الكويتيين الثانيين ويوها للغوص وشافوا المصيبة اللي قدامهم، راحت السكرة ويت الفكرة، زين الحين شنو نسوي؟ نقعد كذي نلطم ونبكي؟ وإذا الكويتيين ينتشرون، اللي راح نيد حق أصله، واللي راح العراق حق أصله، واللي راح إلى فارس حق أصله، واللي راح الحسائل، كل من راح حق أصله وأهله الأصليين قبل أي الكويت، وهناك رجع تزوج منهم، ورجعت الأنساب مرة ثانية، ورجعت الكويت مرة ثانية، الكويت اللي نعرفها وأهلها اللي نعرفها اللي على قلب واحد، ومر هذا المرض، ولكن كان ضربته قوية وإيذاء للكويتين كان كبير، وسموا ذيك السنة سنة الطاعون. نلتقي إن شاء الله الجابلة مع حكاية جديدة في كويتنا وفي رمضاننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.